نقدم لكم نظام تسليم الطرود المؤتمت من شركة ظهير إنشاد. يعتبر هذا النظام مخصصاً للمدن التابعة التي يتم التخطيط لها أو المدن قيد الإنشاء، حيث يتم توصيل جميع المباني بشبكة واحدة عن طريق قنوات تحت الأرض، بحيث تسمح بتوصيل الطرود بسرعة وسهولة وأمان إلى أي شقة أو مكتب في المدينة. يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في توصيل السلع والمواد الغذائية من المحال التجارية والمطاعم وإرسال الملابس لغسلها وكيها، وكذلك نقل أي طرود أخرى ذات طابع شخصي. تكون عملية التوصيل مؤتمتة بالكامل، مما يجعل من الممكن الحد من مقدار العمل اليدوي للعاملين والاستغناء عن الكثير من العمل الورقي. قبل الوصول إلى المستلم، تمر الطرود عبر مركز توزيع حيث يتم تسجيلها والتحقق من المواد الخطرة، ثم يتم إرسالها إلى المرسل إليه النهائي. يمكن إرسال الطرود من شقة مقيم خاصة أو مكتب أو من مركز توزيع، وعلى المستخدمين الذين يرغبون في إرسال عنصر من المركز أن يقدموا بطاقة خاصة توضح عنوان المستلم وموعد التسليم، ثم يتم تحميل الطرد في صندوق ويرسل عن طريق حزام ناقل في قناة النقل التي تؤدي إلى منزل المستلم. يوجد داخل كل قناة نقل خط حديدي أحادي ينقل العربة التي تحمل الصناديق المحملة. يتتبع النظام حالة العربات بشكل مستمر، وفي حالة ظهور أي عطل في العربة المتضررة يتم استبدالها تلقائياً. لدى كل مجمع سكني في المدينة قناة تحت الأرض خاصة به، لذلك لا تتقاطع مسارات الأحمال وتقل خطورة وقوع حوادث أو ازدحام إلى أدنى حد ممكن. عندما تصل العربة إلى منزل المستلم، فإنها تفرغ الصندوق على الحزام الناقل وتلتقط أي صندوق فارغ لإعادته إلى المستودع، ثم يتم تسليم الطرود إلى نظام توزيع الطرود والذي يقع في الطابق السفلي للمبنى. ويتكون هذا النظام من مصاعد بها أحزمة ناقلة مؤدية إليها. يقع النظام بأكمله تحت مستوى الأرض، مما يجعل القبو مساحة مناسبة له. يصل الصندوق إلى المصعد، وفي بضع دقائق يتم نقله مباشرة إلى شقة المستلم، فيما تعلن إشارة سمعية عن وصول طرد جديد. يقوم المستلم حينئذ باستلام الطرد وإعادة الصندوق مرة أخرى فارغاً. فضلاً عن توفير الوقت عندما يتعلق الأمر باستلام وإرسال الطرود، فإن نظام التسليم المؤتمت يجعل من الممكن رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة عن بعد، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأعمال التجارية واقتصاد الخدمات وتحسين نوعية الحياة بشكل عام لسكان المدينة. يبدو هذا بعيد الاحتمال اليوم، إلا أن إمكانية إرسال واستلام الطرود دون أن تترك منزلك سوف يكون جزءاً لا يتجزأ من الحياة المريحة في مدن المستقبل. تعرف على المزيد حول تكنولوجيا التوصيل تحت الأرض المؤتمتة على ظهيرإنشات.com.
Thank you.